كيف كان بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كما تشاهدون في هذه الشاشة، بيت مبني من طين وجذوع النخل، مسقوف بجذوع النخل ومصور بسعف النخيل، مكون من فناء، تطل الفناء على المسجد، وهذا باب يدخل على المسجد النبوي، وباب آخر يخرج على الشارع. يا ترى كم كانت مساحة منزل بيت سيد البشر؟ كم كان مساحة قصره؟ أين كان يعيش عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان يعيش صلوات الله وسلامه عليه بقية حياته في حجرة لا تتجاوز مساحتها 8 أمتار في 4 عليه الصلاة والسلام. كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل في بيته الضيق لا تتجاوز مساحته كما قلت لكم، البيت 5 في 4 والفناء 3 في 4، المساحة النبوية كلها 32 متر مربع. هذا منزل سيد البشر، لم يكن قصرا ولم يكن بيتا واسعا، إنما كان بهذه المساحة التي ترونها بيت متواضع، وذلك زهدا في الدنيا ورغبة إلى ما عند الله عز وجل في الآخرة. هكذا عاش عليه الصلاة والسلام.